تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27. وللمزيد ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، أطلعنا على آخر المستجدات حول استعدادات شرم الشيخ لاستضافة COP27. تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة السلام والأمل، حيث الآن نستطيع أن نقول أننا دخلنا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة والترتيبات النهائية لكافة المنشآت هنا وفي كافة المجالات استعدادا لمؤتمر المناخ COP27. نتحدث أيضا عن العديد والعديد من الميادين والمحاور والطرق هنا التي وضعت بالفعل اللمسات الأخيرة. نتحدث عن 15 ميدانا هنا تم وضع اللمسات الأخيرة والنهائية به، من وضع اللاندسكيب والمساحات الخضراء والإنارة وغيرها من الاستعدادات، وأيضا البوابات المطلة على المحاور القادمة والمؤدية إلى مطار شرم الشيخ. ونحن الآن نتحدث أيضا عن الطرق والمحاور والميادين. لا ننسى أننا الآن بصدد التواجد في الممشى السياحي الجديد والذي أنشئ ودشن بطول 6 كيلومترات، ونتحدث عن 3 مسارات، بمسار للمشاة ومسار أيضا نتحدث عنه لركبي الدراجات ومسار للحافلات والتاكسي الأخضر وغيره. بالفعل العديد من المنشآت هنا على أتم الاستعداد لاستقبال مؤتمر المناخ، ونحن الآن في موقع من ضمن المواقع التي دشن فيها إحدى النفرات والبوابات الأيقونية الخاصة بالممشى السياحي الجديد. وإذا تحركت الكاميرا الآن على يميني ربما توضح هذه البوابة الأيقونية، ويعني يوجد عليها شعار مدينة شرم الشيخ من البوابات الجديدة والمستحدثة والتي وضعت على امتداد هذا الممشى السياحي. وأيضا ربما بتحرك الكاميرا أيضا قليلا نرى بعض الماكينات التي وضعت من خلال عدد من المبادرات التي تحرص عليها المحافظة هنا، محافظة جنوب سيناء، لتحويل وإعادة تدوير النفايات والمخلفات، جزء وخطوة من خطوات كبيرة تسعى المحافظة هنا لوضع اللمسات الأخيرة عليها لتحويل هذه المدينة إلى مدينة صديقة للبيئة، مدينة خضراء مستعدة لاستقبال مؤتمر المناخ. وأيضا إذا تحدثنا عن العديد من الأعمال والمنشآت هنا في مدينة شرم الشيخ وتحديدا في الممشى السياحي، هناك العديد والعديد من المبادرات الصديقة للبيئة وأيضا التعليمات الخاصة سواء للزوار أو للسائحين وغيرهم بالحفاظ على هذه المدينة حتى تكون صديقة للبيئة. هناك الكثير والكثير من أيضا المشروعات الصديقة للبيئة. نتحدث أيضا عن 260 حافلة وأتوبيس وأيضا تاكسي الأخضر وغيرها من الأنشطة التي أيضا أقيمت لجذب الكثير من السائحين وأيضا المستثمرين هنا، وأيضا العديد من العروض الترفيهية والمسارح المائية لي أيضا الترفيه على الكثير من الوفود والزوار المشاركة في مؤتمر المناخ. عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من شرم الشيخ.